11. الجنود المجهولة في هذا الانتصار يعني ده مهم جدا، نقطة مهمة جدا، وعايزين نقول إن النادي الأهلي من ومجلس الإدارة بصراحة الحالي بقى عشان نبقى واضحين جدا، خلي بالك يا ابتسام، يعني أنت اتكلمت على الألعاب الأخرى. السنة دي الموسم أو الموسم ده من ساعة ما النادي الأهلي اتوجد من 1907 لم تتحقق هذا الكم من البطولات في كافة الألعاب، حتى صحيح. الوتر بولو حتى الوتر بسم بولو الله ما شاء الله على طول ده كسبوا ماتش، ده كسبوا ماتش للي فاهم الوتر بالظبط، برافو عليك انت متابع، فرق نقطة 8-7 ده ما لا سجلنا. والجزيرة يا خبر ابيض سجلناه ده فريق تقريبا اللي بيحب الوتر بولو، فرقة الجزيرة دي فرقة قوية جدا جدا، الجزيرة وهليوبلس اعتقد الجزيرة قوية جدا، فريق قوي جدا، والفريق صح بتاع النادي الاهلي بسم الله الرحمن الرحيم كسبوا 8-7 بصعوبة وتوجوا ببطولة الدوري واعتقد كان بطولة الكاس، فالسنة دي لا اللي اتحقق حاجة إعجازية حقيقي. تعالى بقى نضيف كمان على إن مجلس الإدارة كنت عايز أقوله إنه من مجالس الإدارات اللي بيستمع للنقد البناء، يعني مثلا كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي لما بيتقال له كومنت او بيتقال له تعقيب على لعبه ما، على فكره عندنا ديفو في كذا، على طول بيطلع الورقه ويكتب يا كابتن خالد ده في السله كذا، طلع ورقه ويكتب ويجيب المسؤول من اللعبه ويتناقش ويبدا يحسن ويطور الامور اللي محتاجه تطوير. طيب بالنسبه للكوره احنا فضلنا لمده فترة خلال آخر المواسم بنتكلم على تطوير الجهاز الفني للنادي الأهلي، الناس مش واخدة بالها إن السنة دي الجهاز الفني للنادي الأهلي بقى معقد للغاية، العدد كبر وانضم له أفراد جديدة منها مثلا المعد النفسي اللي احنا اتكلمنا عليه أعتقد دكتور أحمد، وكمان في طبيب تغذية مختلف دكتور إيهاب علي، دكتور إيهاب علي أدخل للنادي الأهلي السنة دي أعتقد النادي الوحيد اللي في مصر اللي عمل الدي ان اي تيست للعيبه بتاعته هو النادي الاهلي، وهي التحاليل الجينات ان كل لعيب بيتعمل له بروفايل والتحليل بتاعه بيروح فرنسا، مكلف جدا بالمناسبه مكلف جدا جدا جدا، احنا بنتكلم التحليل الوحيد الواحد بس بيكلف 12000 جنيه، فبيتعمل له بروفايل كابتن اسلام وبيتقال له انت المناسب ليك الاكل كذا 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 كذا، انت مش محتاج تعمل رجيم، انت ماشي على سيستم هو ده اللايف ستايل بتاعك أوكي. وبالتالي لما انت بتعرف الانسب ليك ده بيخلي البرفورمانس بتاعك او بيخلي الاداء بتاعك اعلى شيء، وكمان بيديك كمان التيستس دي بتديك الفيتامينز المهمه ليك انت عشان ساعات اللعيبه بتاخد فيتامينز وخلاص، لا انت ممكن يكون اصلا ما عندكش ديفو في حاجه فتبدا تاخد حاجات انت مش محتاجها، وبالتالي بدا النادي الاهلي يهتم بامور اخرى بعيدا عن الفنيات. مدرب الاحمال برضه لازم اشيد بيه بصراحه، لان جزء من اللياقه البدنيه اللي احنا بنتكلم عليها اللياقه البدنيه اللي واصله معانا ان لعيبه النادي الاهلي في وجهه نظري يقدروا يلعبوا ما يزيد عن 120 و100 ممكن يوصلوا ل 180 دقيقه في اليوم الواحد، ليه؟ بسبب اللياقه البدنيه وبسبب كمان السيستم اللي ادخله كولر في بعض الوقت، ساعات كان بيعمل تمرينه الصبح زي اوروبا ويعمل يوم الماتش بيعمل تمرين خفيفه لو الماتش متاخر ماشيه كده ويلعب بالظبط. فعايز اقوله ان منظومه النادي الاهلي فيها جنود مجهولين زي طبيب التغذيه زي الدكتور النفسي زي المعد البدني، دول بيجهزوا اللعيبه الى اقصى 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 شيء، وكمان النادي الاهلي واضح جدا انه بيواكب كل التطور وكل الابديتس اللي بتحصل في الاجهزه الفنيه في اوروبا.